the 213. أبولو 13، تلك هي المهمة الفضائية الأمريكية التي بها كانت أمريكا سوف تتربع بواسطتها على عرش العالم في التقدم. نعم، فقد سبق قبلها العديد من المهمات الفضائية التي قد نجحت تماما وأرسلت أول رجل إلى الفضاء ووضع قدمه على سطح القمر. نعم، فقد كان نيل أرمسترونغ أول رجل قد سجل حضوره على سطح القمر، لذا فأرادت وكالة ناسا الأمريكية أن تقوم بعمل إنجاز أكبر، فقامت بالعديد من الحسابات والأرقام والتخطيط للمهمة الكبرى، ألا وهي أبولو 13، التي قامت بإرسال 3 رجال بها لاستكشاف المزيد من المعلومات عن الكون الخارجي. فاليوم سوف نخبركم أعزائي المشاهدين عن قصة الرحلة أبولو 13، فاربطوا أحزمة مقاعدكم واستعدوا لسماع حقيقة تلك القصة. ففي 11 من نيسان عام 1970، الساعة 2:37 ظهرا، تم إطلاق رحلة أبولو 13 المتجهة إلى القمر، والتي كانت وكالة ناسا الفضائية والحكومة الأمريكية تضع عليها كامل الآمال والطموحات. فقامت بإرسال 3 أشخاص هم جيمس لوفل قائد المهمة، جون سينجر قائد جناح الطيران الأول، فريد هيزي قائد جناح الطيران الثاني. قد كانوا جميعهم على اتصال بوحدة القيادة التابعة لوكالة ناسا الأمريكية عن طريق كاميرا البث المباشر، فكانت تصور لهم الأحداث متتالية بشكل غير واضح، حيث كانت الجودة في بث التلفزيون تلك الأثناء ليست كما هي الآن. وبعد 50 ساعة متواصلة من المتابعة والمشاهدة، حيث كانت الرحلة قد وصلت في ارتفاعها إلى 322 كيلومتر في الارتفاع عن وجه الأرض، كان كل شيء يسير على ما يرام، حتى كان أعضاء الطاقم يمزحون فيما بينهم. ثم بعد انقضاء مدة 50 ساعة و40 دقيقة، قد أفصح جيمس عن أن هناك أنبوبة أكسجين قد تلفت، فقام جيمس بتحويل السفينة على محور الأكسجين الثاني، ثم انفجر هذا الآخر، ومن ثم أطلق جرس الإنذار في السفينة، حيث أنه كان يتحكم في الكهرباء وفي مختلف طرق الطاقة التي تقوم عليها المركبة الفضائية، مما جعل جيمس أن يقوم بتبليغ وحدة القيادة، وهذا الأمر الذي لم تستوعبه وحدة القيادة في ناسا على الإطلاق، والمؤشرات التي تظهر أمامهم على شاشات توحي بأن هناك شيئا غريبا يحدث في المركبة. من ناحية أخرى، قد تعطلت إحدى الفيوزات الموصلة للطاقة والكهرباء، ومن ثم ترتب عليه أنه قد نفذت أحد أنابيب الأكسجين الثالثة، والأخرى قد أوشكت على النفاذ. الآن لا توجد كهرباء بسفينة والأكسجين ينفذ، وثاني أكسيد الكربون الناتج من النفس يزداد بكثرة. فاقترحت عليهم وحدة القيادة الذهاب إلى آخر جزء من المركبة، وهذا هو الجزء الذي سيهبط على سطح القمر، حيث سيحتوي هذا الجزء على كمية من الأكسجين، ولكن بسبب وجودهم أخذت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الزيادة. والخوف الأكثر أن لو أحد منهم قام بالتحرك بالشكل الخاطئ، فهذا من الممكن أن يتسبب في ثقب بدلة الفضاء وتسرب ثاني أكسيد الكربون. ولكن الآن علمت وحدة القيادة أنهم لم يتمكنوا في كل الأحوال من الهبوط على سطح القمر، لذا أصبحت الآن كل الحسابات التي تقوم بها وحدة القيادة في ناسا تتركز على أمر واحد، ألا وهو كيفية إرجاع الطاقم بسلام إلى الأرض. فكان لديهم اختياران، الأول وهو بأن يتحركوا بأقصى سرعة لديهم ويعاودوا الرجوع إلى الأرض، ومن المحتمل أن ينفجر المحرك الثاني وتتحطم السفينة ويصبحوا في الفضاء إلى الأبد. أما الخيار الثاني وهو أن ينتظروا يومين، حيث السفينة تدور في مجالها الأساسي تجاه القمر، ثم تدور وتسلك طريقها إلى الأرض بسلام. فاختار الطاقم الحل الثاني، ولكن الحسابات أوضحت بأنهم إذا بقوا هكذا فلن يتبقى معهم أي طعام أو ماء. وقاموا أيضا باقتراح عليهم وهو تسريع المحرك 5 دقائق، فبهذا سوف يقللون من المدة إلى يوم واحد. ولذا قد قام الطاقم بإطفاء كل الأجهزة باستثناء الحاسوب المركزي للحفاظ على الطاقة، ولكن هناك المشكلة أنهم كيف سيتخلصون من الفضلات الخاصة بهم من البول وغيرها، وأيضا لا يمكنهم أن يقذفوها في الفضاء لأن ذلك سوف يؤثر على مسار الغلاف الذي يتحركون فيه، ولم يستطيعوا العودة مطلقا إلى الأرض. ومن ثم قد توقفوا عن شرب الماء، وقد تسبب ذلك بالصداع الشديد لهم، ثم أدى انخفاض درجة الحرارة إلى إصابة أحدهم بالحمى،
واضطر الاثنان الآخران بالالتصاق به لتدفئته، ومن ثم اقترحت عليهم وحدة القيادة بإطفاء المحركات لمدة 5 دقائق، وقد أدى هذا إلى تأخرهم يوماً آخر. ومن بعدها قرر جيمس بإطفاء الحاسوب المركزي لأنه يستهلك الكثير من الطاقة، وكان عليهم مراقبة جميع الأشياء بنفسهم، ونجحت خطة جيمس في ذلك، وقد هبطت المركبة تجاه الغلاف الجوي للأرض، ثم فقدت الاتصال بوحدة القيادة لمدة 3 دقائق، مما جعل الجميع يغطون في قلق تام. حتى بعد فترة جاء صوت يتحدث بأنه تم الأمر، وقاموا بالهبوط عن طريق المظلات في المحيط الهادئ. نعم، قد تم إنقاذ الفريق، ومن أجل اختفائهم لمدة 3 أيام شاع بأنهم فقدوا. لقد أنقذ أعضاء عملية أبولو، ولكن المهمة باءت بالفشل الذريع. حسناً أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا زر الإعجاب وتقوموا بالاشتراك في القناة، وقم بمشاركتها مع أصدقائك وعائلتك، وإلى اللقاء في فيديو آخر.